الحقيقة احتمالات الأخذ بأي اعتراض أو طعون سابقة يعني بت بها من قبل المفوضية، لكنه المحكمة الاتحادية أنا أعتقد يعني تفسح في المجال وفي الوقت لأن الأمور تسير بتوافقات معينة، خصوصا أنه هناك اجتماعات بين الفائزين من ما يسمى البيت الشيعي والخاسرين منه. لذلك يعني الاجتماع اللي حدث في بغداد قبل يومين أو ثلاث تمخض عنه لأنه اتفاق تشكيل لجان، لكنه هذه اللجان لم تشكل بعد. اثنين، أنه العمل يعني سائر بطريقة أو بأخرى بأنه المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات دون المساس فيها إلا إذا استجد شيء طارئ في العراق أو في المنطقة وفي العالم. هذا الحقيقة وضع طبيعي أنه الاحتجاجات تسير، لكنه الذي يعني يلفت الانتباه أنه من يعني غطى على الانتخابات السابقة وما شابه من تزوير في 2018 من هذه الكتل خصوصا الخاسرين منهم لم يعني يسمح لأن تمرر هذه النتائج، رغم علمه بأنه القضية يعني متعلقة بالقضاء ومتعلقة بالمفوضية قبلها ومتعلقة أيضا بالمحكمة الاتحادية. يعني هي هذه جهود أو محاولات بائسة أنا أعتقد لا تضفي إلى شيء سوى أنه كسب الوقت، يعني تعطى كثير من الأيام بعض الأيام يعني للمفاوضين من يعني إطار التنسيقي والتيار الصدري، لأنه هناك سوف يعقد اجتماع غدا في النجف، أنا أعتقد يتمخض عن شيء معين وسوف يحدث توافق جزئي وليس كلي، هذا هو اللي أنا أتوقع يحدث خلال الأيام القليلة القادمة بين الفتح والتيار الصدري واستبعاد بعض الأطراف من البيت الشيعي عن الاتفاق. يعني هناك توافق مثل ما قلت أنا جزئي وليس كلي فيما بين هذه الكتل الخاسرة والفائزة للوصول إلى اتفاق الحقيقة يعني تمرر من خلال النتائج، وأيضا يصلون إلى اتفاق على المشاورات بتشكيل الحكومة مع الأطراف الفائزة من السنة ومن الكرد أيضا. هذا هو الحقيقة المتوقع الآن.